بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محسن سميكة، المتحدث باسم الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة. تحياتي لحضرتك أستاذ محسن. كل التحية لحضرتك طبعا وللسادة المشاهدين. زي ما حضرتك ذكرتي الزيارة طبعا مهمة بكرة للإمارات العربية المتحدة. طبعا أعلمي حضرتك وكل السادة العلاقات القوية اللي تربط مصر بدولة الإمارات ومواقف المشرفة القوية المتعددة الحقيقة، يعني لو حبينا نحصرها هيبقى أمر صعب لدولة الإمارات مع مصر يعني منذ القدم وحتى مرورا بثورتي 25 يناير و 30 يونيو وما عقب طبعا ثوره 30 يونيو المساعدات على مختلف الاصعده يعني كلنا بنلمسها، يمكن حتى المواطن البسيط اللي يعني بيتنقل من خلال اتوبيسات النقل العام يعلم ان عدد كبير منها منحه اماراتيه في الاساس ويمكن هي حتى مدون عليها انها من الامارات العربيه الشقيقه وغيرها الحقيقه من الامور الكثيره المتعدده اللي كان مواقف قويه مشرفه من دوله الامارات بجانب الدوله المصريه. الزياره تبحث العديد من الملفات طبعا الخاصة بالدول العربية بشكل عام خاصة يعني شكل كده الشق اليوم يعني أستاذ محسن يعني شكلها كده أستاذ محسن شكلها كده الشق السياسي هيبقى هو اللي غالب على هذه القمة الثنائية. ما أنا كنت بتكلم في كده بالظبط يا فندم إن هو يعني جاية بالتزامن مع زيارة اليوم يعني خليفة حفتر والسراج و قضية الملف الليبي بشكل عام يعني تحظى باهتمام كبير جدا جدا. يمكن في وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك ذكر النهارده إن هيكون في قمة رباعية غدا برعاية الشيخ محمد بن زايد هتجمع الرئيس السيسي وخليفة حفتر والسراج لمناقشة الملف الليبي بشكل عام. طبعا القضية الفلسطينية واحدة من أهم الملفات اللي بتشغل يعني قلب وعقل الدولة المصرية ودائما ما يتحدث فيها الرئيس السيسي في مختلف المحافل. موقفنا ثابت ومعلن بضرورة العودة لحدود ما قبل 1967 وضرورة وقف الاستيطان ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني. أيضا بالتأكيد طبعا الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا يعني والعراق واليمن وغيرها من مختلف الدول خاصة اللي بتعاني من إرهاب. وطبعا زي ما حضرتك عارف أيضا لان ملف مكافحه الارهاب واحد من اكثر الملفات اللي بتتحدث فيها الدوله المصريه وتاخذه على عاتقها يعني وقطعت فيه شوطات كبيره جدا جدا الرئيس السيسي في مختلف يعني المؤتمرات والمحافل. دائما ما يحذر من الارهاب والدول التي تمثل تمويلا ورعايه كبيره للارهاب بشكل كبير واستطاعت مصر الحد من هذا الارهاب في شمال سيناء. ان كانت هناك عمليات نوعيه بين حين والاخر وعمليات ارهابيه ولكن حصل قضيه او حد كبير من هذه العمليات خلال الفتره الماضيه يعني بفضل طبعا جنودنا البواسم من القوات المسلحه المصريه. يعني انا اتمنى يعني يا استاذ محسن ان احنا نخرج بتعريف للارهاب، كل الدول الوطن العربي توصل لمصطلح لتعريف هو كلمه الارهاب او استراتيجيه موحده لمحاربه الارهاب. بكل تاكيد يعني الكلمه معرفه نفسها طبعا يعني كلمه ارهاب يعني كل ما يرهب من قول من فعل من عمل المواطنين الابرياء. بس طبعا للاسف احنا يعني بنحارب الارهاب الظاهر بالنسبه لنا العدو يعني المتخفي في تنظيم اسلامي او يحمل رايه الاسلام طبعا هو الاسلام منه براء. وايضا هناك ارهاب اخر فكري وثقافي وغزو بكل الاشكال. اعتقد ان قضيه الحروب يعني الخشنه التي كانت يعني بيشهدها العالم عبر قرون متعلقه باسلحه ومشابه اعتقد انها تقلصت وضعفت نهائيا يعني او انتهت نهائيا. لكن القضيه حاليا غزو معلوماتي وهي حرب في الاساس غزو فكري وايضا هو حرب بالاساس قضية ما يتقارن من حروب الجيل الرابع وغيرها من الحروب. كل هذه الأمور يعني إذا حبيت حضرتك تدريجيها تحت مسمى ما هو أيضا إرهاب، إرهاب فكري وإرهاب معلوماتي وغيره من الأمور. يعني إذا هناك تعريف شامل وواضح لهذا. القضية تتعلق زي ما حضرتك ذكرت فكرة يعني تكاتف جميع الدول في محاربة هذا الأمر. إذا الشق الخاص به شق التسليح وشق العمليات الإرهابية اللي بتحدث بين الحين والآخر واستخدم فيها يعني المدافع والرشاشات والمتفجرات والشق الاخر متعلق بشق معلوماتي بحت وايضا شق خاص بفكره غزو ثقافي معين للدول العربيه تشكيك في مفاهيم معينه الخلط دائما ما بين الاسلام والارهاب. ايضا هذا النوع او هذا الامر يحتاج ايضا لتكاتف مختلف الدول لمحاربته بشكل كبير استاذ هاني. طب النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه لقاء مع المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء وايضا محافظ البنك المركزي، ممكن نعرف تفاصيل اكتر عن الاجتماع ده او عن اللقاء يا استاذ محسن؟ هناك يعني دوريه لهذه اللقاءات استاذه هند ما بين الحين والاخر. الرئيس السيسي دائما ما يجتمع ب
مختلف الوزراء وسائل الوزراء طبعا في المقام الاول لمتابعه الاوضاع بشكل عام، منها ما هو سياسي ومنها ما هو اقتصادي وايضا منها ما هو اجتماعي، وبالتزامن طبعا مع حلول يعني او قرب حلول الشهر الكريم شهر رمضان. كل سنه وحضرتك طيب والساده المشاهدين بخير. بالتاكيد لازم تكون هناك متابعه دوريه لقضيه السلع والمنتجات والاوضاع في مختلف انحاء الجمهوريه والاستعداد لمواجهه هذا الشهر الكريم، سواء من نواحي مختلفه زي ما ذكرت لحضرتك ضروره توفر السلع والمنتجات بشكل كبير، وايضا الجزء الاخر متعلق بضروره فرض رقابه على الاسواق حتى يعني لا يستغل بعض التجار، بعضهم طبعا وليس كلهم، بعضهم يستغل قضيه قرب حلول هذا الشهر الكريم ويقوم بمغالاه في بعض الاسعار ويقوم يعني عمليه جشع كبيره بتتم للاسف يعني بالقرب مع اي مناسبه يعني بيكون فيها اقبال كبير من المصريين على مختلف الاسواق بشكل كبير. ايضا السيد الرئيس استعرض يا ضروره قضيه الخبز بشكل كبير، طبعا زي ما حضرتك ذكرتي حاضر الاجتماع لسيد محافظ البنك المركزي وتم مناقشه الاوضاع الماليه بشكل عام، وطبعا رئيس الوزراء والسيد وزير التموين والتجاره الداخليه وعديد من الوزراء لمناقشه زي ما قلنا لحضرتك مختلف الملفات متعلقه باستعداد سواء شهر رمضان من ناحيه او متابعه الاوضاع وتكلفات السيد الرئيس العالمي. طبعا ان في تكلفات في هذه اللقاءات ما بين الحين والاخر لتجمع السيد الرئيس والوزراء ويعني معرفه ما تم التوصل اليه او ما تم الانتهاء عنده من تكلفات معينه رئاسيه تم توجيهها للساده الوزراء. طب استاذ محسن انا عايز اتكلم مع الاستاذ محسن الصحفي، والحقيقه ان انا لازم ارجع تاني للارهاب او ملف الارهاب. يعني كان عندنا زياره تاريخيه منذ ايام وهي زياره بابا الفاتيكان لمصر، وسط هذه الاحداث واصراره على وجوده في هذا التوقيت، بابا الفاتيكان بقيمته الروحيه الكبيره على مستوى العالم بشكل عام وفي الغرب بشكل خاص، ليه ما استغلناش وهو بيحيي القوات المسلحه وهو بيحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليه ما استغلناش تصريح زي ده ضد كل دوله بتحاول ان هي توقع مصر او يعني تعمل اساءه لجيش مصر او لدوله مصر؟ طيب وفي البدايه طبعا انا بتكلم كصحفي، حضرتك بتقولي بتكلمك كصحفي، انا من اول مداخله قررت اتكلم كصحفي يعني بتكلم بوجهه نظر خاصه بحاجه ثانيه. الحاجه الثانيه احنا للاسف استاذ هند عشان نكون يعني نعرف المرض حتى نعرف العلاج يعني ونفيق مما نحن فيه، يعني قضيه التسويق بشكل عام احنا للاسف يعني للاسف فاشلين فيها جدا جدا جدا. التسويق بكل اشكاله، حضرتك بتتكلم على المستوى السياحي، اذا بتتكلم على المستوى الحكومي حتى اذا قامت بانجاز معين بتفشل في انها تتحدث عنه للشعب، حتى يعني في بعض الازمات اللي بيكون دايما بتؤرق المواطنين سواء ارتفاع اسعار او اختفاء سلع معينه، حتى في حاله توفرها ما بيكونش في تسويق ودعايه كافيه ان توفرت هذه السلع ومن ثم ان المشكله قد تساعد. إذا حضرتك بتتحدثي على زيارة بابا الفاتيكان وهي زيارة تاريخية بالفعل زي ما حضرتك ذكرتي ولها استفادات عدة، سواء بتتكلم على السياحة الدينية أو غيرها من الأمور، وبث رسائل معينة كانت محتاجاها الدولة المصرية في مثل هذا التوقيت لمختلف الدول. طب وماذا عاد إلينا من زيارة ميسي؟ وماذا عاد علينا من زيارات اخرى؟ الحقيقه كنا في اشد الحاجه عليها. زياره ميركل لماذا استغلت سياسيا فقط ولم تستغل يعني سياحيا ايضا؟ انا لسه كنت بتحدث النهارده مع يعني احد الاصدقاء بقول له ان وزاره السياحه عندها سي دي مهم جدا 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 ممكن يجمع خمس او ست شخصيات كانوا موجودين في مصر خلال النصف الاول من العام 2017، اذا ممكن نعمل سداهيه معينه باليه معينه. انا طبعا مش اهل لهذا الامر ولكن وزاره السياحه طبعا رؤيه مهمه فيه، او هيئه الاستعلامات يكون فيها طبعا تسليط الضوء على زياره بابا الفاتيكان، على المستشاره الالمانيه، على زياره ميسي، على كل الزيارات اللي يعني اثرت بشكل كبير جدا جدا في وسائل الاعلام العالميه وليس المحليه. يعني وسائل الاعلام العالميه اعتقد انها سلطت الاعلاميه يعني العالميه اهم من الجانب الاعلامي المحلي. اكيد طبعا يعني بنشكر فبالتالي محتاجين لقضيه التسويق بشكل كبير استاذ هند، الامر اللي احنا للاسف ضعفاء فيه بشكل كبير يعني، وانا استخدمت مصطلح يمكن فشل هو مصطلح صعب ان انا استخدمه ولكن للاسف هذا ما نحن فيه. نحتاج الاستفاقه بشكل كبير جدا جدا. قضيه التسويق واحده من اهم القضايا اذا بنتكلم عن وزاره السياحه تحديدا، لان انا بعنيها في هذا الامر انها ضروره. يعني احنا للاسف مشاركتنا في معرض برلين الاخير او بورصه برلين للسياحه لازلنا بنكرر نفس الواقع، قضيه التنوره والمسمار البلدي يعني ليس كمقدار الامور يعني. يا اخواننا في وزاره السياحه عندنا امور اخرى يجب عرضها وابرازها خلال المرحله. انا بقول لحضرتك والله الامر بسيط وليس مكلف،
مجرد يعني بشكر حضرتك طبعا طبعا. وممكن على الشاشات في طيارات مصر للطيران، لكن الحقيقه برضو هو دور الاعلام، ولازم الاعلام يبقى ليه دور برضو، ويحاول ان يبقى فيه يعني موازنه ما بين نقل نبض الشارع والمشاكل اللي بيقابلها المواطن المصري برضو، وفي الحفاظ على استقرار الوطن.